بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في الجزء الثاني من محاضرة الـ Frequency Response Analysis. ومثل ما شفنا بالجزء الأول وصلنا إلى Magnitude of G of J Omega in decibel is obtained by multiplying the logarithm to the base 10 of G of J Omega by 20. إذن راح ناخذ الماجنيتيود مال الجي اوف جي اوميجا بالديسيبل. شلون نطلعه؟ بالديسيبل. بالديسيبل راح بصورة عامة راح يصير عندي مثل ما قلنا 20 في لوغاريتم جي اوف جي اوميجا، وهذا يساوي لنا 20 لوغاريتم كي. إذن هذا الجين كي multiplying factor 20 لوغاريتم k زائد 20 لوغاريتم اول first order magnitude، طبعا دائما ناخذ magnitude زائد 20 لوغاريتم first order بالبسط هم magnitude والى اخره الى ان نصل الى المقام. المقام راح يكون عندي بالسالب، المقام كله بالسالب، ناقص 20 ناقص 20 n 20 n لوغاريتم j of omega j omega طبعا الماجنيتيود. لان منين جتي؟ لان هاي s اس n كانت بالمقام، الان اجى قبل اللوغاريتم لان هو اس، ف20 في n لوغاريتم الماجنيتيود اوف او الماجنيتيود للg او جي اوميجا جي اوميجا ناقص 20 لوغاريتم الفيرست اوردر الاول الموجود بالمقام اللي هي 1 زائد جي اوميجا تاو 1 الماجنيتيود، ونوب ناقص 20 لوغاريتم 1 زائد جي اوميجا تاو 2 الى ان نخلص من الفيرست اوردر، ومن ثم نجي للسكند اوردر ناقص 20. هاي ليش ناقص؟ لان قلنا اصلها بالمقام، صعدها للبسط تصير ناقص 20 لوغاريتم الماجنيتيود مال الكوادراتيك فورم او السكند اوردر بالتايم كونستانت، بالتايم كونستانت فورم. وهكذا قد ما عندنا بعد مضروب في السكند اوردر. اذا من هذا نشوف انه الضرب من تحول تحول الى جمع. جمع بالبسط تكون الاشارات موجبة، وبالمقام تصير الاشارات سالبة. The phase of G of J omega is the phase شلون مال G of J omega؟ ناخذ tan inverse omega tau A. ليش؟ يعني الاماجينري، هذا هو كان الاماجينري على ال ريل. الريل دائما واحد، ولهذا هاي واحدة من فوائد التايم كونستانت فورم، لان الريل دائما واحد راح تكون الزاوية سهلة. تان انفيرس اوميجا تاو اي زائد تان انفيرس اوميجا تاو بي. اذا هذه ما تخص البسط. ما يخص المقام راح ناخذ الزوايا بالسالب، الزوايا بالسالب ان 90. ليش؟ لان الانتجريتر الزاوية مالته 90 90. ليش؟ لأن هو أصلا ما بي ريل، ما بي ريل، الريل مالته صفر. تان انفيرس انفينيتي راح يصير فتكون 90 درجة ناقص تان انفيرس أوميجا تاو 1. إذا الفيرست الأول فيرست أوردر الأول ناقص الفيرست أوردر الثاني والثالث وهكذا، وعدنا هذا هو السكند اوردر، هذا هو السكند اوردر ناقص تان انفيرس 2 زيتا اوميجا في الاوميجا ان على اوميجا ان تربيع ناقص اوميجا تربيع ناقص اوميجا تربيع. اذا الاماجينري على الريل، الاماجينري على الريل، هذا هو الاماجينري، هذا هو الاماجينري، الاماجينري على الريل، على الريل، على الريل. الريل راح يكون هذا وهذا، هذا وهذا هو الريل، هذا وهذا هو الريل.
مثل ما عرفنا انه هذا هو راح يكون عندي الماجنيتيود وهذا هو الفيس. The magnitude and the phase of G of J omega as a linear combination. راح نشوفه هو عبارة عن linear combination. اثنين صار linear مكان الضرب صار جمع. Combination of relatively simple term. The curves for each term can be added together graphically. اذا الكيرف هذا بي كيرف هذا بي كيرف راح نشوف بالمستقبل ونجمعهن جمع بواسطة الرسم جمع الرسوم وهذه هم نفس الشيء. The curves for each term can be added together graphically to get the curves for the complete transfer function. نجمع هذه الكيرفات عن طريق الرسم وهذه عن طريق الرسم هنا راح يطلع لي رسم واحد للماجنيتيود وهنا رسم واحد للفيز. Both diagram or logarithmic plot. البوت دايجرام شنو البوت دايجرام؟ البوت دايجرام هو عبارة إذا أخذنا sinusoidal transfer function may be represented by two separate plot. إذا sinusoidal transfer function راح نمثلها برسمين منفصلين. A sinusoidal transfer function may be represented by two separate plots. إذا البوت دايجرام هو عبارة عن رسمين منفصلة. One giving the magnitude versus frequency. الرسم الأول هو عبارة عن magnitude versus frequency. And the other والثاني the phase angle in degree. الفيس انجل بيش راح ناخذها بالدجري versus frequency بينما هنا الماجنتيود راح نشوف راح ناخذها بالديبي الماجنتيود بالديبي versus frequency وهذا versus frequency. Both are plotted against the frequency in logarithmic scale. اذا الفريكونسي عادة راح ناخذ لوغاريتم الفريكونسي والسكيل راح يكون عبارة عن لوغاريتمك سكيل. ليش ناخذ لوغاريتمك سكيل؟ لان الفريكوانسي مجال التغير مالته راح يصير واسع او الباند كلش واسع على مود نصغر هذا الباند راح ناخذه باللوغاريتم او لوغاريتمك سكيل. الماجنيتود ما يبي تكون كبيره نصغرها بيش نصغرها راح ناخذها بالدي بي وهنا عندي الدجري. اذا عندي two separate plot. البلوت الأول هو الماجنيتيود versus الفريكونسي والماجنيتيود راح تكون بالدي بي versus الفريكونسي والفريكونسي باللوغاريتمك سكيل. والرسم الثاني هو الفيس versus الفريكونسي. الفيس راح يكون بالدجري والفريكونسي هو لوغاريتمك بلوت. Both are plotted against the frequency in logarithmic scale. Logarithmic magnitude of G of J omega is 20 logarithm G of J omega. أو هذا الفاكتور 20 logarithm magnitude of G نسميه decibel أو dB. البيزك فاكتور of G of J omega في ال H of J omega. إذا هذه هي مثل ما نعرف هذه هي الأوبن لوب ترانسفير فانكشن. بس شنو هنا مو S مستخدمين J omega. والحقيقة بالفريكونسي ريسبونس كله راح نستخدم J omega. ليش؟ لأن الانبوت مالتنا هو دائما يكون ساين ويف. البيور ساين هي على الإماجينري. إذا ما عندنا ريل مكان ال S راح نعوض J omega ونسميها sinusoidal transfer function. الترانسفير فانكشن هذه راح تصير بها بيزك فور بيزك فاكتور. الاول بيزك فاكتور هو الجين والانتجرال اند ديريفاتيف فاكتور. اذا عندنا لو ديريفاتيف بالبسط اس بالبسط لو اس بالمقام
الاسل بالبسط راح نسميها دريفاتيف مشتقه، والاسل بالمقام نسميها انتجريتر، انتجرال انتجرال فاكتور. نشوف هنا جي او جي اوميجا، اذا تكون زائد راح معناها بالبسط، واذا ناقص معناها بالمقام. احنا نعرف كل اس نعوض عنها بجي اوميجا بالفريكوانسي ريسبونس اناليسيز. اذا هذا الفاكتور الاول هو الكي، والكي هو طبعا مو فانكشن اوف اس، الكي هو كونستانت، ولهذا الجين جين كي انتجرال اند ديريفاتيف فاكتور هذا الثاني. والثالث الفيرست اوردر فاكتور، عندنا فيرست اوردر اما بالبسط او بالمقام. بالبسط البلبسط راح يصير 1 زائد جي اوميجا تي، هذه اس 1 طبعا، وبالمقام اس ماينس 1. والفاكتور الاخير هو الكوادراتيك فاكتور، الكوادراتيك فاكتور وده نشوفه هنا، هو مكتوب بالتايم كونستانت، مكان ما اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع، راح نقسم على الاوميجا ان تربيع، الاوميجا ان تربيع راح يصير عندي هنا واحد، وهذا بما انه صار واحد راح نقول هذا عليه بال تايم كونستانت فورم. اذا كان زائد واحد معناه هذا بالبسط، واذا ناقص واحد معناها بالمقام. اذا ذني البيزك فاكتور، ذني الاربعه هي البيزك فاكتور. وانس وي بيكام فاميليار، من واحد يصبح فاميليار او عنده خبرة with the logarithmic plot، باللوغاريتميك بلوتس of these factor، من واحد يصير عنده خبرة وممارسة برسم كل فاكتور من ذني الى وحدة، it is possible to utilize them in construction a composite logarithmic plot for any general form of g of j omega في ال h of j omega by sketching the curves for each factor and adding individual curves graphically. إذن من واحد يصبح عنده ممارسة برسم ال k، برسم ال first order، برسم ال integral أو ال derivative، برسم ال quadratic form، إذا كل واحد يقدر يرسمها على حدة، وبالتالي ممكن جمع هذه الرسوم برسم واحد، واحد يخص ال الماجنيتيود والاخ يخص الفيس. الفيس نجمعهم فراح يكون عندي رسمين، واحد للماجنيتيود واحد للفيس، نسميه البود دايجرام. البود دايجرام راح نبدي ناخذ اول فاكتور اللي هو الجين فاكتور. الجين فاكتور الجين كي، الجين كي هذا هو الجين كي. The log magnitude curves for a constant gain k is horizontal straight line. إذن الجين كي دائما راح يكون عبارة عن horizontal straight line، خط مستقيم، خط مستقيم horizontal line at the magnitude، يعني أفقي at the magnitude of 20 logarithm k. نأخذ 20 logarithm k، هذا راح يكون قيمته الخط المستقيم يعني الارتفاع عن الصفر. The face angle of the gain k is zero. والface angle لأن هذه هو عبارة عن constant، إذن face angle مالتها هي zero zero. constant الface angle مالتها zero. دائما هذا الface مالتها zero. وعندي الماجنيتيود مالتها راح يصير 20 لوغاريتم k. إذا كان مثلا مضروب في 10، ال k مضروب في 10 راح يصير 20 لوغاريتم log k في 10. واللوغاريتم اذا عندي ضرب بينات ممكن يصير زائد، فيصير 20 لوغاريتم k زائد 20 لوغاريتم 10. 20 لوغاريتم 10 هو 20، راح يصير 20 لوغاريتم k زائد 20. سيميلارلي 20 لوغاريتم k في 10 اس n راح يصير 20 لوغاريتم k زائد 20 n. when expressed in decibel the reciprocal of number differs from the value only in sign. إذا كان عندي بالمقام راح تكون مجرد صار عندي ناقص، هنا الإشارة ناقص. شكرا جزيلا.